السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي نعمل موشن للكائن اللي عندي. ممكن يكون عندي كائن او ممكن يكون عندي اكتر من كائن، اقدر اضيف كائن اخر. وليكن مثلا الشخص دوت او الابل، تقدر تيجي هنا تختار اشكال كتيرة. ممكن تختار مثلا نختار ايه، مثلا نختار دوت مثلا اهو. تقدر تجيب ده هنا، تقدر تجيب ده هنا عشان تبدأ القصة بتاعتك بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له ان انا عايز هنا فينت مثلا لما حد يدوس كليك، ولما يبقى فيه حد يدوس سبيس هنا دي كليك ليريا، وفي هنا مثلا لما السبريت كليك، وهنا ماشي. طيب دلوقتي هقول له انا عايز اتحرك مثلا 10 ستيبس اهو. ممكن تيجي هنا وتبدأ تحط له برضو بعض الحاجات الخاصة بيه زي ما شفنا المرة اللي فاتت. تمام، هنا بيقول لي لما الخلفية تتغير لكذا. ممكن نيجي هنا نزود خلفية ايا كانت بقى الخلفية اللي احنا نزودها. مثلا ديت على هنا في الباك جراوند، او عندي خلفيتين اهمت او 3 خلفيات كمان. ممكن تقول له مثلا لما الخلفية تتغير لكذا اعمل كذا. تمام، ده ايفنت معين. طيب وممكن نقول له بقى تعال نطلع هنا، ممكن اقول له انا عايز اعمل روتيت بزاوية 15، وعايز اقول له راندوم بوزيشن يعني يروح لاي حاجة عشوائي ما تمشيش لحاجة معينة. ممكن اقول له جوتو لكذا، اديله مكان معين يروحه بالشكل دوت. طيب خلينا نقول له مثلا هنبدأ هتلاقيه بيلف بزاوية 15 ودي بتتمشى اهيت. طب لو دوسنا سبيس هتلاقيه راندوم عشوائي كل مرة بيروح في مكان. تمام، وهنا بقول له لما تدوس على السبريت روح للمكان الفلاني اللي هو انا مديله المكان بتاعه. تمام، يعني انا لو قلت له هنا راندوم دوس سبيس بقى هنا، بس لما تدوس على الكائن دوت هو هيروح للنقطة ديت. طيب ممكن نقول له حاجة تانية، دي هنا هو يروح للمكان ده على طول. ممكن اقول له انا عايزه في خلال مثلا ثانية واحدة يروح لي المكان ده، وتقدر تكتب له المكان اللي انت عايزه. تمام، طيب يعني لما اقول له هنا سبيس هو كده بيروح عشوائي. تمام، طيب لما هدوس انا على الكائن شايف بيروح ازاي، بيتمشى للمكان اللي انا عايزه عكس جوتو. جوتو بيروح على طول، انما جلايد بيوريني هو بيمشي ازاي. طبعا الرقم ده بالسالب، ممكن لو خلينا مثلا 171 شلنا السالب، وال 54 ديت هنشيل منها برضو السالب، وخلينا نشوف لما تسع كان هيروح فين. بجلايد هيوريني المسار بتاعه، انما هنا هيروح تلقائي للنقطه ديت. طبعا في امكانيه ان انا اظبطها على الاكس او على الواي، بس يعني اقول له خلي الاكس بكذا. تمام، يعني خلينا نحذف دي ونقول له خلي الاكس مثلا بكذا. تمام، هيروح للاكس. طب ممكن نقول له خلي الاكس مثلا بواحد. تمام، بيغير الاكس بواحد. طيب يعني بيزود عليها واحد. طيب ممكن اقول له سيت اكس بدل شينج اكس 2، لا سيت اكس كذا، وتدي له الرقم اللي انت عايزه. تمام، راح لي الرقم دوت. وكذلك الواي، سيت واي لكذا. تمام، يعني خلي دي مثلا واحد ودي واحد. اول ما ندوس على الكائن دوت هيروح لي الواحد واحد اللي هو هنا بالظبط كده في الموجب، وكده في السالب للاكس وللواي. طيب خلينا نشوف لو احنا غيرنا الخلفية. تمام، يعني انا عايز اجي هنا واقول له ده هنا الساوند، هنا الايفنتس، هنا هنلاقي الباك جراوند المفروض اهي. تمام، اهوت. انا
انا قلت له اول ما تبدا غير لي الخلفيه للخلفيه ديت، تمام؟ ممكن تخليها نيكست باك جراوند او تخليها بريفيوس، خليها نيكست بحيث انها تعدل على كذا خلفيه، تمام؟ اول ما تحصل خلفيه ديت هيعمل ايه؟ طيب خلينا نقول له مثلا جو تو راندوم بوزيشن، يعني اول ما الخلفيه تتغير هو يروح لمكان راندوم، تمام؟ خلينا نبدا. اول ما حصلت راح لايه؟ للنكست باك جراوند. طيب راح للباك جراوند اللي غيرها، تمام؟ اول ما تيجي للخلفيه اللي هي الشاطئ هو اوتوماتيك يعمل راندوم بوزيشن. اول ما دي تيجي تلاقي المكان بتاعه اختلف على طول. فدي هي فكره البرمجه، ان الاطفال يعرفوا ازاي يبرمجوا الكائن وازاي يتحكموا فيه.